لكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير على خير. كيف ما كتشوفوا اليوم جيت لكم فيديو جديده، وفريمون سوري كنتعطل عليكم في الفيديو اشاك فوا. كتقولي اني ساره كتعطلي علينا باش تلحقي لينا الفيديو، مي لو بروبليم اللي عندي هو انني اشاك فوا كنبقى نقول خاصني ندير اون فيديو اللي تكون زوينه، اون فيديو اللي تكون دو كاليتي، وتيلمو كنبقى نفكر بزاف تيلمو كنتعطل بزاف. المهم اليوم غادي تكون اون فيديو اللي فريمون طرو 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 سبيسيال بو موا، و جو بونس كو انا غادي تعجبكم، عندي احساس انا غادي تعجبكم حيت فريمون هاد لا فيديو زوينه غادي تعجبكم، غادي تفرحوا معايا واحد الشويه، غادي تبكيو معايا فيها واحد الشويه. المهم شنو بغيت نحرق لكم الاحداث، مي بون اول حاجه غنبداو بها بعدا هي لو تيست. غادي نتقاسم معكم فين مشيت درتو وكيفاش درتو و سيتي كومون، ومن بعد غادي نتقاسم معكم لا سيربريز اللي درتها ماما حيت انا ما قلت حتى شي واحد بلي انا راه غدا المغرب، و ديكو غادي نتقاسم معكم هاد اللحظات هادي حتى هي وكيفاش وصلت كي داز الفايال وكيفاش استقبلتني كيفاش استقبلوني الدار وكيفاش كانت لا رياكسيون ديال ماما. المهم هذا ما كان ما غاديش نطول عليكم، غنخليكم دابا مع لي زيتاب ديال لو تيست وعاد ابخي غنعاودو نتلاقاو. المهم سالينا صراحه هاد لابو هذا كيحلو نهار الحد كيف ما قلت لكم، مع 7:30 كنا هنايا وكان ديجا الناس قبل منا، مي سافا يعني ما تسنيناش فريمون بزاف. المهم ملي دخلت كيديروا ليك هذاك تبارك الله راه كيدخل، مي سافا ما تخلعوش والله انا النوبه الاولى كنت مخلوعه، مي سافا كتبي ديري ولكن صافا قال لي صافي ابخي وانا نقول له واش ما كاينش شي واحد اخر حيت انا اللي عارفه بور لو فواياج كاينين جوج، قال لي انا هادشي اللي عندي في الاوراق. المهم خرج مشى كيدوي راجلي وهاديك السكريتير وداكشي صافي من بعد وانا نديرهم بجوج صافي. دار لي هذاك ديال الدم ها هي هنايا كيدير لك هذاك بحال بحال البره، وهذاك اللي وهذاك اللي كيتخشى هنا يعني بجوجهم. قالوا لي غدا غادي نجاوبوك يعني واخا درتهم اليوم الحد غدا اثنين قالوا لي غادي نصيفطوا لك لي ريزولطا باغ ميل فوالا. دونك هذا ما كان دونك انا يجوني لي ريزولطا وراه نتقاسمهم معاكم. يا ربي ما نكونش مريضه دابا ولات تقول لي ولد العرب تخلع بيا تقول لي ودابا الا خرج بوزيتيف عرفتي هو يدخل لي دابا الشك في عظامي تنقول لا ما فتبوريش ما فياش راسي ما كيضرنيش كيضرني راسي ولكن دائما عادي. ايوا مهم الله يسمعنا اخبار الخير باش ما كان انا ملي وصلني الميل راه نقولها لكم. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا من بعد ما درت لو تيست ديجا غنقول لكم حاجه واحده حيت نسيت ما قلتهاش لكم في لا فيديو، هو انا لو تيست ولا 100% رومبورسي الا كان عندك لا ميتشيال ولا كارت فيتال، دونك ما بقيتش كتخلصي عليا كوم افون. وحاجه واحده اخرى هي لو تيست بي سي ار. المشكل اللي وقع ليا هنايا هو انا خرج ليا انا درته ديمونش وخرج ليا ديمونش باللي عطوني لي ريزلتا وانا كان عندي لو فواياج حتى الميركودي. المهم عاود رجعت عندهم المهم بقيت تهضر معاهم وداك الشيء انا ورا راجلي. المهم من هنا من هنا من هنا من هنا في الاخر عادت عطاتني لا تيستاسيون ديك لي ريزلتا ديال لو تيست بلا دات دو ماردي حيت حنا مشينا عاود رجعنا عندها ماردي. دونك فوالا هذا ما كان وصافي. بوغ لا دوان وداك الشيء صراحه طلبوه ليا ملي كنت خارجه من فرنسا وطلبوه ليا حتى ملي وصلت للمغرب صافي. بوغ لو غوتور ما طلبوش ليا ديتو. المهم درتو انا في الشيخ خليفه كازا يعني السبيطار اللي كاين في كازا واش سبيطار ولا كلينيك مهم ما عرفتش. المهم طلبوه ليا درتو ب 600 درهم البي سي ار وداك السيرولوجي ولا ما سميتو درتهم بجوجهم ب 600 درهم ولكن ما طلبوش ليا لا في المغرب لا في فرنسا. هادشي ملي كنت راجعه ولكن ملي كنت غاده طلبوه ليا في فرنسا وفي المغرب ما عرفتش واش ديغنيغمون ما بقاوش كيطلبوه ولا غير في الغوتور ما كيطلبوش الصراحه ما عرفتش لا انا لا بزاف ناس اللي تنعرفهم. ميم صاحبتي حتى هي لاجات ما طلبوش ليها ديكو ما بقيتش عارفه سولو واش ملي تاخذوا لو بيي باش انكم ترجعوا لفرنسا عيطوا لا كومباني وقولوا لهم واش كيطلبوه باش الا ما كانوش كيطلبوه ما كايلاش انك ضيعي هذيك ضيعوا هذيك لي 600 درهم. دونك فوالا هذا ما كان. دابا عاوتاني غادي نمشي وغادي نعاود نخليكم مع لا سيربريز وبدات نعاود نتلاقاو من بعد. المهم دابا انا غادي للطريق لايغوبور وما عرفتش شنو نقول ما عرفتش شنو ندير شادني الخلعه خفت نمشي حتى لايغوبور في الاخر يكون شي مشكل ولا ما تعرفيش شنو يقدر يخرج يقول لي سيري رجعي بحالاتك. ديكو دابا ما غاديش نقدر نعطيكم الديتاي حتى نوصل لايغوبور حتى ندخل لي باجاج ونسالي لي كلشي ونكون كنتسنى في الطياره وديك الساعه غادي نعطيكم الديتاي تما ان شاء الله. وصافي قلت غير نصور هذه القطعه هذه باش نتقاسم معكم الخلعه اللي في شداني دابا نتقاسمها معكم. اي فوالا المهم نوصل لايغوبور ونعاودو نتلاقاو. الخلعه تلقي مني. المهم يلاه دخلنا دابا عرفتي قلبي كيضرب في المليار.
دابا المغرب وما قلتش لدارنا ما قلتش لماما ديكو دابا غادي تكون واحد لا سيربريز لزويده وكنقول يا ربي غير ما تصدقش تخبي عليا ماما على سبا المهم انا غنمشي للدار وغنوصل وغادي يصوروا لي وغادي غادي نتشارك معكم اللحظات. انا كندير لو مونتاج ديال هاد الفيديو فريمون تيلمو فرحانه تيلمو شاد لي البكيه حيت فريمون دي مومون اللي ما يمكنش ما عرفتش واحد الاحساس زوين يعني تقريبا مور عام ونص ديال الفراق حيت الاوراق ديالي ما كانوش كاملين ليا باش انني ما يعني ما كانش عندي لا بوسيبيليتي باش انني نمشي للمغرب ديكو كيف ما كتشوفوا عادي عام وتقريبا ونص ما تشوفيش الدار فريمون سي با فاسيل والله راه ما يحس بها غير الواحد اللي عايش في الغربه هو اللي غادي يحس بها وسيختو عام ونص وعام ونص ماشي حيت انت باغا عام ونص حيت الوراق عندك ما كاينينش وما قادراش ماشي ما باغاش عن اختيار دونك فوالا كيف ما كان كيف ما كتشوفوا هذه لا فيديو كنتمنى انكم تخليوا لي التعليق ديالكم ولا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه خليوها لي في دي كومونتير ولا كنتو باقي ما داريش لي ابوني ما تنساوش ما تخرجوش من لا فيديو حتى ديروا لي ابوني باش تدعموني ودعموني في القناه ديالي وما تنساوش تدقوا على الجرس الصغير باش دائما يوصلكم الجديد ديالي وصافي باش ما نطولش عليكم ولا كنتو باقي ما تبعتونيش في انستغرام مرحبا بكم في الانستغرام تما دائما فين كنكون دائما كنكون حاضره دائما لي ستوري تما فين كنجاوب رابيدمون على لي كيسيون ديالكم دونك ما تنساوش القناه الانستغرام ديالي حتى هو سميه ديالو انيسه خان فيسبوك ديالي انيسه خان القناه ديالي في اليوتيوب انيسه خان دونك فوالا هذا ما كان غادي نخليكم باش ما نطولش عليكم ونتلاقاو في اون اوتر فيديو ان شاء الله اللي غادي تكون فيها غادي نتشارك معكم فيها لو فواياج اللي كندرتو في المغرب فاش كنت في المغرب كندرت ان فواياج اورغانيزي مشيت فيه للحسيمه جو بونس غادي تكون هذه هي لا بروشين فيديو اللي غادي نلوحها وفوالا غادي نخليكم ونتلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله Gros bisous, bye bye.